السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ نحل في كتاب المدرسة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي الترم الأول عام دراسي 2025 صفحة 3. إن شاء الله هنكمل الجزء دوت. السؤال الثالث: مريم doesn't هنكمل كله إن شاء الله في المدرج البسيط. مريم doesn't get up at 7 a.m. مريم لا تستيقظ الساعة 7 صباحا. She is based up at 6:30. هي بتستيقظ الساعة 6:30. لاحظ هنا she بياخد فعل مضاف لي اس في المضارع البسيط، يبقى gets. يبقى she gets at 6:30. هي بتستيقظ الساعة 6:30. مريم make breakfast. بعد كده her mom always at. يبقى مريم لا تقوم بإعداد الإفطار، والدتها تقوم بذلك. يبقى مريم نفي doesn't. Her mom always makes it. دايما بتعمل أو بتخدر. Her parents at school. والديها في المدرسة. They at hospital. يبقى هم لا يعملون في المدرسة، هم يعملون في المستشفى. يبقى الأولى هتبقى don't work. لا يعملون. They work. هم يعملون. كده زي هوم ايرلي، زي هوم ليت. يبقى هم لا ياتون بدري، هم ياتون متاخرين. يبقى زي دونت جيت ايرلي، هم لا ياتون مبكرا. زي هوم ليت يبقى زي جيت ليت. زي جيت هوم ليت، هم ياتون متاخرين. صفحة 4 إن شاء الله نحل إن شاء الله جزء اللانجوج اللي هو جزء الجرامر. السؤال الرابع اللي أنا عايز أكمل بيه أداة استفهام مناسبة للأسئلة. ولازلنا في سؤال وإجابة هنا. What do you do at the weekend؟ ماذا تفعل في عطلة نهاية الأسبوع؟ I usually read a book. أنا عادة بقرأ كتاب. هنا في السؤال، الأول What do you do in your free time؟ ماذا تفعل في وقت الفراغ الخاص بك؟ رقم 2 بعد كده هنا مسافة، وبعد كده do you live. do you live تعيش، يبقى كده أين تعيش. أين يعني where do you live، أين تعيش. السؤال الثالث do you live with، كده with يعني live with يعيش مع، يبقى مع من تعيش، من للعاقل هي أو كده. السؤال الرابع do you get up، تستيقظ، يبقى كده متى تستيقظ، صح كده، يبقى when. السؤال الخامس do you get to school، كده get to school يعني تصل للمدرسة، يبقى كيف تصل المدرسة، بتركب ايه، how. بعد كده ان شاء الله سؤال وإجابة مناسبة مع السؤال، يعني هنا السؤال وهنا في الإجابة، بس لازم تكون مناسبة. يعني السؤال letter A what do you do usually what do you usually do at the weekend نبيل، ماذا عادة تفعل يا نبيل في عطلة نهاية الأسبوع. اللي هيناسبها in Cairo in a big block of flats، في القاهرة في عمارة سكنية كبيرة. ولا 5 my parents my grandma me and my sister، خمسة أنا ووالدي جدتي أنا وأختي. yes I do، نعم، because it's fun and it's good for you، نعم لأن هذا ممتع ومفيد لك. four sometimes I go to my friend's flat and we play computer games، أحيانا أذهب إلى شقة أصدقائي ونلعب ألعاب الكمبيوتر. هنا رقم 5 at about 10 o'clock، حوالي الساعة حوالي الساعة 10. يبقى المناسب لإجابة السؤال هي 4. What do you do usually؟ What do you do usually؟ What do you usually do at the weekend نبيل؟ ماذا عادة تفعل يا نبيل في عطلة نهاية الأسبوع؟ تناسبها 4. Sometimes I go to my friend's flat and we play computer games. أحيانا أذهب إلى شقة أصدقائي ونلعب ألعاب الكمبيوتر. يبقى دي كده هتبقى 4 هتبقى. بعد كده B what time do you go to bed at the weekend؟ ما الوقت الذي تذهب فيه إلى الفراش في عطلة نهاية الأسبوع؟ 5 هي المناسبة ليها. at about 10 o'clock، at about 10 o'clock حوالي الساعة 10. يبقى كده B هتبقى بال 5. بعد كده C do you like football why؟ هل تحب كرة القدم ولماذا؟
على هذه 3 yes I do نعم because it's fun and it's good for you نعم أنها ممتعة وممارسة الرياضة مفيدة لك ممارسة كرة القدم مفيدة لك يبقى رقم 3 هتبقى C سؤال B how many people are in your family كم عدد الأشخاص الموجودين في أسرتك 5 هم 5 my parents والدي my grandma جدتي me and my sister أنا وأختي يبقى 2 هتبقى